خرجت ايطاليا من اليورو. خروج ايطاليا من اليورو كان مؤثر جدا عليا بشكل شخصي، ومشاهدة جيجي بوفون بيعيط بعد الماتش كان مؤثر جدا على البشرية كلها. المانشافت كسر عقدة الطليان، وكعادتهم ما بيخسروش ركلات جزاء بالرغم من ان دي اسوأ ركلات جزاء لعبوها في تاريخ حياتهم. من سنة 1982 لحد ماتش ايطاليا في يورو 2016 المانيا ما ضيعتش ولا ركلة جزاء، وجدد ايطاليا وضيعت 3. اما الطلاينة فمتعودين يخسروا بالبنالتيات في اليورو عادي. بس تعالوا ناخد بصة ادق شوية على تفاصيل المباراة. صباحه. بعيدا عن المشاعر، فالفريق الاقوى صاحب العناصر الافضل صاحب المرونة التكتيكية اللي قدم كرة احلى وسعى ورا المكسب على مدار 120 دقيقة هو اللي كسب. خواكيم لوف بيثبت ماتش بعد ماتش انه تكتيكيا عبقري، وعبقريته تكمن في بساطة تفكيره. فبعد ما دور اداء وتكتيك المانيا من ماتش للتاني زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت، طور اسلوب اللعب مرة كمان مخصوص عشان يقابل بيه ايطاليا. لوف قرر يبدأ المباراة بنفس 3-4-3 اللي كسب بيها إيطاليا 4-1 في الودية اللي قبل البطولة، والخطة دي كان ليها مميزات كتير. اولا فبوجود 5 لعيبة في خط الظهر، الظهيرين كيميتش وهيكتور كانوا بيعملوا رقابة لصيقة على وينجات ايطاليا الهجومية اللي بيستخدمهم كونتي في توسيع الملعب، اذا كان فلورنزي من ناحية اليمين او دي تشيليو في ناحية الشمال. وفي نفس الوقت تمركز كيميتش وهيكتور على الخط ما كانش بيسيب مساحة في قلب الدفاع لتواجد 3 مدافعين، هوفيديز وبواتينج وهاملز، اللي كانوا بيضيقوا المساحة جدا على اخطر هجمة وجملة بتعملها ايطاليا البنية من بونوتشي لواحد من المنطلقين من الخلف في القلب. ضيف على ده كمان ان تواجد 3 مدافعين كان بيسمح لواحد فيهم انه يفرض لقابة لصيقة على بيلي، بالذات لما كان بيحاول انه يسقط في العمق علشان يعمل لمسة بينية لواحد من الجايين من الخلف، او على الاقل يحافظ على الكرة لخف الضغط على منتخب ايطاليا. تطبيق 3-4-3 دي كان احد اهم اسباب عدم وجود فعالية هجومية لمنتخب ايطاليا. فعالية كانت موجودة ضد اسبانيا، ولكن كان في بعض المشاكل الهجومية للتلاتة اربعة تلاتة بتاعت لوف. تمركز مولر وأوزيل في الخطة دي هجوميا كان في العمق في مراكز هم بيحبوا يلعبوا فيها وبيتألقوا فيها، والاطراف الهجومية كانت مهمة الاظهرة. كيميتش ناحية اليمين عمل مباراة رائعة، ولكن المشكلة كانت في هيكتور ناحية الشمال. وبالرغم من ان هدف المانيا الاول جه من انطلاقته الوحيدة الناجحة، الا ان اداؤه بشكل عام هجوميا كان ضعيف قوي. واللي زاد الطينة بلة ان بعد اصابة جوميز وخروجه مولر بقى سترايكر وحيد، اوزيل راح ناحية اليمين ولكن فضل يلعب في العمق فمستواه ما تأثرش، ولكن نزول دراكسلر مكان اوزيل ناحية الشمال في العمق اثر بالسلب كتير جدا على اداؤه الهجومي. قوة وفعالية دراكسلر الهجومية بتكون لما بيتمركز على الخط زي ما عمل في ماتش سلوفاكيا، ولكن المساحة دي كان بيتمركز فيها هيكتور وما كانش مستغلها. بالرغم من ان اول تسديدة المانيا على مرمى ايطاليا كانت في الدقيقة 41، والالمان عمرهم ما خدوا 41 دقيقة عشان يعملوا تسديدة على مرمى اي خصم من سنة 1982، والانتقادات كانت نازلة على خواكيم لوف من اساطير في المانيا زي امام تشول ومايكل بالك بان اداؤه الهجومي عقيم ومتحفظ. فبصراحة كده في وجهة نظري انا ما شفتش اي عقم او تحفظ هجومي، بخلاف ان سامي خضيرة اتصاب وخرج ونزل مكانه شفينشتايجر اللي كان مقضي الموسم كله على الدكة في مانشستر يونايتد. ففشل منتخب المانيا من ترجمة استحواذه لفرص اكتر على المرمى ما كانتش مشكلة المانيا، ولكنه كان تفوق دفاعي رهيب من منظومة ايطالية كونتية منعت الهواء والمية. كلنا مقتنعين ان ده واحد من افقر الاجيال اللي جت في تاريخ ايطاليا، وان كونتي لم يمتلك لاعب زي روبرتو باجيو او فرانشيسكو توتي او ديل بيرو او بيرلو، لاعب ممكن يصنع الفارق في الماتشات الكبيره بلمسه واحده. لدرجه ان لما جالهم ضربه جزاء حاسمه وهم خسرانين ضد المانيا، اللي راح يشوطها قلب الدفاع بونوتشي، مع العلم ان بونوتشي مش اخصائي ركلات جزاء، ودي كانت اول بينالتي يشوطها في تاريخه مع النادي او المنتخب. ومفيش اي شك ان كونتي صنع من لعيبه متواضعه جدا بيلعبوا بفرق متواضعه ابطال، طبعا ابطال. لما فرقه يبقى غايب عنها في نص الملعب ماركيزيو وفيراتي ومونتوليفو ودي روسي وحتى كاندريفا، والاساسي فيها بيليه وايديرو وبارولو واستورارو وجاكيريني ودي تشيليو، فتكسب اسبانيا 2-0 وتخرج من المانيا بركلات الجزاء، فلازم اقول عليهم ابطال، ولازم اقول ان كونتي عمل معجزه بقياده خط ظهر مخضرم. فالبي بي بي سي نجحوا في ابطال مفعول هجوم اسبانيا والمانيا على مدار 210 دقيقه من غير ما ياخدوا انذار تاني
يحرم اي واحد فيهم من اللعب في المباراة اللي بعدها. اما تكتيك كونتي الدفاعي في نص ملعبه كان عبقري، بداية من الضغط العالي في نص ملعب المانيا اللي وصل حتى عند نوير وهو بيلعب ضربات المرمى، رجوعا للضغط في نص ملعبه وتقفيل الاطراف وبالاخص تقفيل المساحة اللي قدام المرمى وقدام منطقة جزاء فريقه. ومع اعتراف الجميع ان كونتي عمل المستحيل بالفريق اللي كان متاح اليه، هيبقى السؤال في دماغي، هل كان بالامكان احسن مما كان؟ انا اكيد مش بقلل من اللي كونتي قدمه، بس لو اضفت على شغله الجبار شوية تفاصيل صغيرة ما كانتش هتأثر بالسلب على المنظومة الدفاعية، كان ممكن الفرقة تاخد الخطوة الاخيرة اللي كانت ناقصاها. يعني ممكن اتفهم ان تفضيل ادير على انسيني وشعراوي اختيارات مدرب، بس ليه تفضل سايب ادير في الملعب لحد ما يبقاش قادر يمشي من اساسه وتبدله في الدقيقة 105 بعد ما يتصاب؟ ليه ما دفعتش بمهاجم سريع بداله نشيط ينشط الهجوم ويستغل الشوارع اللي في خط ظهر المانيا؟ طب ليه ما حاولتش انك تشيل بيلي وتنزل بداله زازا او حتى ايموبيلي اللي انت بتحبه عشان تنشط شويه خط الهجوم؟ ومحدش يقول لي لان ادير وبيلي بيعملوا ادوار دفاعيه مهمه، لانهم بعد الدقيقه 80 او 90 ما كانوش قادرين يمشوا ولا يهاجموا ولا يدافعوا. قراءه كونتي لاحداث المباراه وتسيير المباراه وهي شغاله عليه علامات استفهام واسئله عمري في حياتي ما هلاقي لها اجابه. ولكن في النهايه كونتي سعى ورا ركلات الجزاء من الدقيقه الاولى وقدر يوصلها بعد 120 دقيقه وكان على بعد لحظات من انه يكسب فيها. والناحيه الثانيه خواكيم لوف سعى ورا انهاء المباراه في ال 90 دقيقه وبعد كده في ال 120 دقيقه، ولكن بدون اندفاع مبالغ فيه وبدون ما يحسس لعيبته ان عليهم ضغط الفوز في المباراه لانهم الفريق الاقوى. ودي بقى كانت نقطه الضعف الاكبر في منتخب اسبانيا في ماتش ضد ايطاليا في دور ال 16. المانيا ممكن تكون كسرت عقده ايطاليا وكسبتها وتاهلت لقبل النهائي، ولكن لعنه الطليان هتفضل مطرداهم بالاصابات والايقافات. ماريو جوميز وباستيان شفينشتايجر وسامي خضيره اتصابوا ومات هاملز اتوقف لحصوله على الانذار الثاني. بالنسبه لهاملز فهيلعب مكانه يا اما مصطفي يا اما هوبيدز اللي شارك كل الماتش ضد ايطاليا. وجنب توني كروز هنشوف امري تشان لاول مره من بدايه اليورو، ومولر كسترايكر وحيد بيلعب ورا اوزيل، على شماله دراكسلر وعلى يمينه ماريو جوتسا عشان يرجع تاني خواكيم لوف لل 4-2-3-1. الناحيه الثانيه بقى فمفيش تحليل تفصيلي ممكن يتقال على اللي فرنسا عملته في ايسلندا، لان اللي حصل هو الطبيعي والمتوقع انه يحصل. خرجت ايسلندا براسها مرفوعه بعد ما اصبحوا اول منتخب في تاريخ اليورو يبداوا الخمس مباريات اللي لعبوها بنفس ال11 لعيب، وتاهلت فرنسا بعد ما كسبت ثقه كبيره في خط الهجوم اللي مسجل 11 جول واصبح هداف البطوله انطوان جريزمان، وخلت الانجليز يموتوا بالحسره اكتر واكتر بعد ما شافوا النتيجه الطبيعيه والواقعية لما تقابل ايسلندا في الادوار النهائية. لو رجعت لتوقعاتي لربع النهائي هتلاقي ان جبت 3 صح من اصل 4 بعد تأهل البرتغال، المانيا وفرنسا، يعني نفس نسبة 75% للتوقع الصحيح اللي عملتها في دور 16. Not bad. بس دلوقتي بقى جه وقت الحسم في المواجهة الاولى ما بين قطبي ريال مدريد، اتوقع تأهل البرتغال علشان تقابل الناحية التانية فرنسا، علشان يكون نهائي اليورو ما بين فرنسا والبرتغال. بعد انتهاء الربع النهائي كان لازم نعمل شوية تعديلات على تشكيلة البطولة. في حراسة المرمى بيستمر جيجي بوفون، قدامه ثلاثي في خط الظهر بواتينج بونوتشي، وبينزل بيبي لأول مرة في البطولة. ظهير يمين بيستمر معانا كيميتش، وظهير شمال مضطر يستمر معانا كليني لأني مش لاقي ولا ظهير شمال عدل عليه القيمة في البطولة لغاية دلوقت. نص الملعب بيتكون من توني كروز، وعلى يمينه ريناتو سانشيز، وعلى شماله بينزل أرون رمزي مكان جونارسون، قدامهم جاريث بيل وأنطوان جريزمان. اما مدرب البطولة فبيخرج انطونيو كونتي وينزل مكانه خواكيم لوف. اما عن سؤال الحلقة اللي فاتت عن كورة ناني، فمعظم ارائكم في الكومنتات بتقول انها كانت حظ وهو ما كانش قاصدها، ورأيي الشخصي يتفق معاكم، هو ما كانش بيشوت وكان قاصد يلعب الكرة بالعرض، ولكن مستحيل انه يكون شاف كريستيانو رونالدو
فلعبها بسن رجله والكرة هي اللي عرفت سكتها. وبعد ما قريت كل الكومنتات على الحلقة اللي فاتت الحلقة الخامسة اللي حللنا فيها ماتش بولندا والبرتغال وبلجيكا وويلز، فبعد ما شفت النقاشات الطويلة وشاركتكم رأيي انا عايز اعرف رأيكم انتوا، كام واحد شايف ان منتخب البرتغال وصل لنصف النهائي بالحظ وكام شايف انهم استحقوا الوصول؟ شارك في التصويت من هنا او من هنا وسيب رأيك في الكومنت تحت. وده ترتيب الصدارة في مسابقة بونجورنو للتوقعات، والمنافسة شديدة جدا في المراكز الاولى. وطبعا محدش يسألني انا في المركز الكام لاني اكيد مش هقول. ما تنساش تعمل لايك للحلقة لو عجبتك وسبسكرايب في القناة علشان توصلك الفيديوهات اول ما تنزل، وتفرج على الحلقات اللي فاتت من هنا او من هنا. واشوفكم الحلقة الجاية بعد ماتش البرتغال وويلز اللي هيكون ليه حلقة لوحده، وبعد كده فرنسا والمانيا حلقة لوحده، وفي النهاية الفاينل حلقة لوحده. كان معاكم عمرو الصوحي، سلام.